أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم حرصه على دعم مجلس الشباب الكويتي وتذليل كافة العقبات أمامه لإنجاح عمله لخدمة الشباب. وقال الوزير عبد الرحمن المطيري في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس وأعضاء مجلس الشباب الكويتي، قال أن للشباب دورا محوريا في تنمية المجتمع باعتبارهم أهم وأكبر الطاقات البشرية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فضلا عن إسهاماتهم في المجالات التطوعية والإنسانية في منظمات المجتمع المدني. وأكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب على أهمية وجود رؤية واضحة في المجلس لتحقيق متطلبات الشباب وآمالهم في الارتقاء بالعمل الشبابي وتطويره وتعزيز دورهم في نهضة بلادهم، حثا إياهم لبذل خالص الجهود وأضناها لتعزيز العمل الشبابي في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق التكاملية بين المجلس والجهات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب سيعمل على تحقيق أهداف المجلس المتمثلة بالاهتمام بالشباب وإتاحة كل الفرص أمامهم للإبداع والتميز.